السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو اللي انا جايبه لكم هنصحكم نصيحة يا ريت تاخدوا بيها بالنسبة للسخان. الديت يا جماعة عن تجربة، انا عايزة انصحكم بالله عليكم، اللي راح تقبل ان هي تجيب سخان او حد من معرفة عايز يجيب سخان، اوعوا تجيبوا السخان ده. بصوا ولا صيانة ولا بصوا يا جماعة، السخان ده بصراحة قرفني في حياتي. بصوا كبير قد ايه اهو، ولسه جايباه جديد. بمجرد ما الصيانة بتجيلك تقولك خلاص احنا عملناه وصلحناه وبتاع، بس بأمانة صيانتهم زي الزفت. اكيد انتوا كده عرفتوه صيانة ايه. بصوا فاصل باور خالص، اروح احطه في الكهرباء، شايفين اهو مفيش اي حاجة. الغريبة ضحك عليا وقال لي انا خلاص صلحته، شايفين اهو مفيش قدامكم اهو. طبعا دوت فاصل خالص وبقالنا فوق ال3 شهور، يجوا يقولوا لي خلاص احنا صلحناه ومفيش اي تصليح بيتم خالص. اخر مرة امبارح جه قال لي انا خلاص صلحته وعملته وهيشتغل وبتاع. المهم جيت احط الفيشة بعد ما مليت واتأكدت ان اتملى. فخلوا بالكم بقى، يا ريت محدش يجيب يونيون اير خالص. بصوا السخان جديد ومفيش فايدة فيهم، واتصل بالصيانة تيجي تبص في السخان يقولوا لي صلحناه، بمجرد ما يمشي ابص الاقيه ما اشتغلش تاني. بصوا بجد بجد، هي معظم الحاجة بتاعت يونيون اير. فبأمانة لا، محدش يجيب السخان ويتغلب زي ما انا اتحصل معايا. فدي نصيحة مني ليكم كده عشان تاخدوا بالكم وتخلوا بالكم، بالله عليكم خلوا بالكم، اوعوا تجيبوا حاجة من يونيون اير. بص يونيون اير ولا صيانة ولا مبيعات، حتى التكييفات بتاعتهم برضو زي الزفت. فانا ديني قلت لكم وتخلوا بالكم بصراحة، انا عشان على تجربة، ومش انا بس يعني، معظمنا جايبين حاجات يونيون اير. يعني انا مش على تجربة، ممكن اكون انا لا غلطانة، انما مش انا بس يعني، والدتي جايبة برضو الحاجات واخواتي كلهم بنفس الطريقة. بامانة لا، حاجتهم مش كويسة خالص، فتخلوا بالكم ما تاخدوش اي حاجة من يونيون اير. وان شاء الله تكون الرسالة وصلت، ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.